النجف الأشرف تحتضن المؤمنين لإحياء ليلة المبعث النبوي الشريف، والمحافظة تعطل الدوام لتقديم الخدمات للزائرين. على هامش مؤتمر ميونخ، رئيس الوزراء يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات بين البلدين ويدعو لشراكات اقتصادية مع أوروبا. في حديث له لإذاعة مونت كارلو الدولية، السيد الحكيم يؤكد أن من أهم فرص نجاح السوداني الوفرة المالية وعلاقات العراق الدولية الجيدة. القبض على مديرين عامين مدانين في سلطنة عمان، والأنتربول يبدي الاستعداد للتعاون مع العراق لاسترداد أمواله المسروقة. كان الناس في الجزيرة العربية قوما جاهلية، تتغير القبائل على بعضها، يأكل القوي منهم الضعيف، يرتكبون المحرمات، يأكلون القد ويقتادون الربا، ويحللون قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. كانوا عن دين إبراهيم مبعدين، حتى بعث الله في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، حتى هبط الروح من أمر ربه لينقل أول حرف من السماء لخاتم الأنبياء، أن اقرأ باسم ربك الذي خلق. وانطلقت رحلة المبعث النبوي عند أول بشارة أنذرها الرسول لعشيرته الأقربين، ليبدأ عصر هذا الدين الحنيف وتلك الرسالة الإلهية التي حملها الخاتم لعقود من التبليغ وسنوات من الأذى تجرع مرارتها المصطفى، ينقذ الناس من ضلالتهم إلى ظلال الإسلام المحمدي الأصيل، عندما تحولت الإنسانية طابعا لوحش البشرية وسيطر دين الحق أقطابا لسكان الأرض. لكن رسالة السماء لا تنقطع إلا بظهور قائم آل محمد ينقل رسالة جده إلى العالم أجمع. وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه، فأتاه الوحي فأشرق، اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. أهلا بكم في مرصدنا الخبري، حيث يحيي المؤمنون ليلة المبعث النبوي الشريف عند مرقد وصي رسول الله الإمام علي عليه السلام، حيث توافدت جموع الزائرين إلى المرقد المقدس لإحياء مراسيم المبعث النبوي الشريف ليلة 27 من شهر رجب الأصب، وتهيئت العتبة العلوية المقدسة وسط أجواء إيمانية وولائية خالصة. سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله، ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور. إلى ذلك، أعلنت محافظة النجف الأشرف تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف. وبحسب الوثيقة الصادرة من المحافظة، إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 19 من شباط الجاري باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية. وأضاف أن العطلة تأتي بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف. بارك رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم بذكرى المبعث النبوي الشريف. وقال السيد الحكيم في بيانه
إن المبعث النبوي الشريف والإسراء والمعراج مثلا منعطفا في التاريخ الإسلامي والإنساني، حيث أكدت الرسالة المحمدية السمحة إنها متممة وخاتمة لما سبقها من الرسائل السماوية، ووسعت على بني البشر ما تم تضييقه، وأعلنت أن الناس كلهم سواسية، وأضاف أن دعوة الله غير مخصوصة ببلاد دون أخرى، وإنه تعالى تستوي عنده الأمم واللغات في بعثة الأنبياء، وأن شمس النبوة تنبع من سراج واحد هدفه بناء الإنسان والمجتمع. فسلام على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أخوته الرسل الكرام الذين حملوا للإنسانية جمعاء مشاعل الهداية والصلاح. للمزيد ينضم معنا من النجف الأشرف موفد الفرات ليث صلاح. حدثنا عن أجواء الزيارة اليوم في ليلة المبعث النبوي، وأيضا داخل حرم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والزخم البشري وتوافد الزوار إلى محافظة النجف الأشرف. تفضل لك الكلمة. تحية طيبة زميلي محمد وللمشاهدين الكرام. نقدم أسمى وأزكى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب العصر والزمان إمامنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أجل الله فرجه الشريف، وللمراجع العظام وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة ولادة النور ويوم الهداية الكبرى وذكرى الرسالة الخالدة، ذكرى المبعث النبوي الشريف، حيث أتواجد الآن في مرقد سيدي ومولاي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ويتوافد المؤمنين ويتوافد الجموع الغفيرة من المؤمنين الذين قدموا من مختلف المحافظات العراقية لإحياء هذه المناسبة ولأداء أعمال هذه الليلة، هذه الليلة المباركة التي بعث فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله مبلغا وبشيرا ونذيرا للرسالة السماء والرسالة الله صلوات الله. نعم، فإن اليوم بالحديث عن الأجواء والأجواء الإيمانية هنا في مدينة النجف الأشرف، هناك أجواء روحانية، أجواء إيمانية، يتوافد الوافدين والمؤمنين والزائرين القادمين من مختلف المحافظات العراقية لأداء زيارة سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام ولأداء أعمال هذه الليلة المباركة، ومن ثم التوجه لزيارة قبور الأقارب في مقبرة وادي السلام. بالحديث أيضا عن الجوانب الخدمية والأمنية، أن محافظة النجف عطلت يوم غد بمناسبة عطلة رسمية بمناسبة المبعث النبوي الشريف، وبالتالي فهذا يقدم خدمة للوافدين لمدينة النجف الأشرف وللنجفيين لتقديم أفضل الخدمات واستقبال الزائرين الوافدين للنجف الأشرف. أيضا النجف الأشرف وحكومته المحلية نشرت مفاصل صحية وإسعافات فورية في المدينة القديمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للزائرين الوافدين لمدينة النجف الأشرف. أيضا بالحديث عن المستوى الأمني، فإن الجميع يسعى لتحقيق انسيابية الدخول وخروج الزائرين من إلى النجف الأشرف بانسيابية عالية. فتحت جميع أبواب المقبرة القديمة ومقبرة وادي السلام، وبالتالي فإن هناك انسيابية للوافدين باتجاه النجف الأشرف هنا في هذه المدينة. نعم زميلي محمد. شكرا جزيلا لموفدنا من النجف الأشرف ليث صلاح. شدد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني على ضرورة استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التصدي إلى الإرهاب،
جاء ذلك خلال استضافته في ندوة صحفية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا. السوداني أكد أن العراق يعمل مع الجميع في مكافحة الإرهاب، فيما أشار إلى أن أمريكا متعاونة في المجال الأمني، ولفت إلى أن اتفاق الأطر الاستراتيجية يعزز التعاون بين البلدين. وحول علاقات العراق مع إيران والولايات المتحدة، قال السوداني إنه لا يوجد أي قلق بهذا الشأن. التقى رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مقر إقامته بألمانيا، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بدورته 59. وذكر مكتب رئيس الوزراء الإعلامي أن اللقاء شهد لتباحث في ملفات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية. وأكد السوداني إلى العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية وتركيز الحكومة على تنمية قطاع الطاقة وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطاع الغاز، مشيرا إلى رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية، بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله. من جانبه أشاد بلينكين بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية ومنح قطاع الطاقة أولوية في العمل والتطوير، مشيرا إلى أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تثمن دور العراق الإقليمي في تثبيت الاستقرار. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني رغبة العراق في عقد شراكات تنموية متطورة مع دول الاتحاد في مختلف المجالات. وذكر مكتب رئيس الوزراء الإعلامي في بيان أن السوداني التقى في مقر إقامته في ألمانيا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسال فون در لاين، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض العلاقات بين العراق ومجمل دول الاتحاد الأوروبي. وبيّن السوداني بحسب البيان أن لقاءاته بقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تأتي على مسار التعاون الاقتصادي، وشدد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي جهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة. من جانبها أعربت فون در لاين عن دعمها رئيس الوزراء وقراراته الإصلاحية وعن إقبال عموم دول الاتحاد الأوروبي على التعاون والتبادل مع العراق في ظل شراكات طويلة الأمد. هذا وعقد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني في مقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية سلسلة لقاءات مع شخصيات دبلوماسية وسياسية أوروبية. وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء أن السوداني التقى وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفريلي، مؤكدا تطلع العراق إلى علاقات متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي ورغبته في تعزيز أفاق التعاون مع بريطانيا. من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني التزام بلاده بكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في العراق، كما أكد دعم بلاده مسار التنمية الاقتصادية الذي انتهجته الحكومة الحالية نحو المزيد من التطور والتكامل الاقتصادي. هذا والتقى السوداني الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول يورغن تشوك، حيث أشار السوداني خلال اللقاء أن سرقة المال العام من أهم التحديات التي تواجه العراق، مبينا أن إجراءات الحكومة تتطلب تعاونا من المنظمة خصوصا في مسألة التعامل مع الطلبات التي تقدم بخصوص الجرائم المالية. إلى ذلك التقى رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني رئيس الوزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، حيث شهد اللقاء التفاهم على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين في مجالات السياحة والصناعة والطاقة.
المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ذكر في بيان أن السوداني التقى وزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، مؤكدا التطلع إلى المزيد من التعاون البناء وتعزيز علاقات الشراكة المثمرة في المجالات الاقتصادية المتنوعة، بما يسهم في استقرار شعبي البلدين نحو التنمية والازدهار. مؤتمر ميونخ للأمن فرصة مهمة لتوضيح رؤية الحكومة الحالية تجاه ملفات مهمة تتعلق بالأمن والعلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار. مراقبون أشاروا إلى أن مشاركة السودان مهمة، كون المؤتمر يعد نافذة دولية للقاء صناع القرار. المزيد في تقرير صباح حكيم. تمتين العلاقات الخارجية على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، هذا ما يسعى إليه السيد رئيس الوزراء وحكومته التي تفتح المجال الأوسع للتقارب مع المحيط العربي والإقليمي والدول الغربية العظمى. فرؤية الحكومة تعمل على الانفتاح الاقتصادي والتعاون في مجالات عدة، على رأسها الملفات الأمنية والاستثمارات وفسح المجال أمام الشركات العالمية للعمل في العراق. الحكومة العراقية بقيادة السيد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني قد عملت برنامج خارجي لتعزيز العلاقات الدولية والعلاقات الثنائية المحيطة بالجوار الإقليمي. الهدف منها أن يخرج العراق من أزماته الاقتصادية وأزمة الطاقة وأزمة النظام النقدي وتغيير سعر الصرف. إن من ضمن محاور حكومة السيد السوداني هي تعزيز العلاقات الخارجية مع المحيط سواء كان الإقليمي أو العربي بشكل مباشر، وهذا يعزز بما ينصب على مصالح البلاد ويعزز علاقة البلاد مع البلاد الخارجية، وهذا إذ يؤدي بما يخلق مبدأ شراكة اقتصادية. ويشارك رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على رأس وفد رفيع في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، هو أحد أكبر وأهم المؤتمرات التي تناقش السياسة العالمية الأمنية، ويلتقي خلاله المئات من صناع القرار، وهي خطوة سياسية ودبلوماسية مهمة للعراق. فعلى المستوى الأمني ما يزال العراق يواجه فلول العصابات الإرهابية الداعشية التي تنفذ بين الحين والآخر هجمات إرهابية محاولة من خلالها زعزعة أمن البلاد. هذا المؤتمر يمثل حضورا دوليا لمناقشة أسباب معالجة التنظيمات الإرهابية، معالجة الإخفاقات في السوق، معالجة يعني توحيد الصفوف ورؤى لمواجهة تلك العصابات. إذن العراق يعتبر رقم الأساس في هذه المعادلة الأمنية. اليوم إذا ما تعرض العراق لأي انتكاسة بالتأكيد سيكون لها تأثير في المحيط الإقليمي والدولي. الابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية وعدم الانزواء نحو المحاور، هذا ما تحاول الحكومة العراقية التعامل وفقه في علاقاتها الخارجية، مع استمرارها بتأدية دور الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، مع الرغبة الدولية بأن يكون العراق عامل تهدئة وتقارب في المنطقة لما يملكه من إمكانيات. ويسعى العراق لتوسعة آفاق التعاون مع محيطه العربي والإقليمي والخارجي الغربي وبملفات عدة، ومن خلال زيارات متواصلة للسيد رئيس الوزراء والمشاركة بمؤتمرات عالمية كمؤتمر ميونخ. صباح حكيم الفرات، بغداد. للمزيد ينضم معنا في المرصد الخبري رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج. حياكم الله في مرصدنا الخبري. والبداية، ما الأهمية التي تحظى بها مشاركة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن؟ تفضل لك الكلمة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. نعم، هذا من الأسئلة التي يمكن أن يتداولها الشارع، هي ما جدوى مشاركة السيد السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن؟ وللجواب على هذا السؤال المهم نقول بأن التحديات الكبيرة التي واجهت العراق خلال السنوات الماضية، من تحديات كبيرة تتعلق بالأمن وأيضا تتعلق بالتحديات المناخية وشحة المياه وأيضا نقص في التغذية والمواد الغذائية بالنسبة للعالم، أصبح العراق جزء مشارك ومهم في أن يساهم مساهمة جدية للاستفادة من تجارب الآخرين وللتعاون مع هذه الدول من أجل تحقيق التكامل الإقليمي والدولي لحل الإشكالات والتحديات المستجدة التي تواجه العالم، خصوصا في التغيرات المناخية ونقص الغذاء. فإذا هذه المشاركة هي مشاركة فاعلة لما يملكه العراق من إمكانيات وقدرات، ولديه خبرة كبيرة، وأيضا هو أحد الدول التي تواجه مثل هكذا تحديات. فكان حضور الرئيس الوزراء بشخصه إلى هذا المؤتمر يمثل اهتمام العراق لفتح علاقات وشراكات مهمة والاستفادة من هذه الدول في عقد اتفاقيات تساهم في التجاوز الحالة المنفردة لهذه الدول والانتقال إلى العمل الجماعي. طيب دكتور، لقاءات عديدة عقدها السوداني في مقر إقامته في ميونخ، يعني إلى أي مدى ستخدم هذه اللقاءات رؤية الحكومة؟ بالتأكيد اليوم العراق عندما يطرح يعني تجربته ويطرح التغيرات التي حصلت في العملية السياسية، خصوصا بعد الانتصار على داعش والتطورات المهمة في الانفتاح على دول العالم وعلى دول الجوار وأيضا سياسة البناء والإعمار، بالتأكيد العالم سابقا ينظر إلى العراق نظرة تكاد تكون فيها نوع من الانتقاد الحاد. اليوم العراق يريد أن يطرح يعني الأسلوب الجديد لمستقبل العراق الجديد، لأن يكون العراق يأخذ دوره المحوري في المنطقة، ليكون أيضا نقطة توازن بين دول العالم ويقوم بهذا الدور الوسيط من حيث حل المشاكل الإقليمية والدولية. بالتأكيد سيطرح أو طرح على هؤلاء المسؤولين الدور العراقي والدور المحوري العراقي وضرورة أن يكون للعراق هذا الموقع. فذلك أنا أعتقد هذه اللقاءات التي يعني كانت كثيرة ومهمة، وأيضا دول العالم هي التي كانت تطلب اللقاءات مع السيد السوداني بعناوينها المختلفة، هذا يعطي مؤشر على الاهتمام العالمي بالدور العراقي القادم. طيب، معظم القادة السياسيين الأوروبيين والأمريكيين أشادوا بإجراءات الحكومة الاقتصادية، هل ستنعكس هذه الإشادات إيجابا على منهاج الحكومة الحالية؟ بالتأكيد اليوم عندما نتكلم عن نظام اقتصادي في العراق يحظى يعني مقبولية ويحظى بدعم من دول يعني كبيرة ودول اقتصادها يعني قوي وراكز ولديه إمكانيات هائلة في الاستقرار الاقتصادي. بالتأكيد يعني نظرة العراق أو نظرة النظام العراقي وقبول النظام السياسي في العراق واهتمامه بحل المشكلات الاقتصادية وحل الأزمات المالية، بالتأكيد تعاون هذه الدول سيحل العديد من النقاط التي يشكو منها العراق ويتجاوزها، وهذا ما يحصل اليوم. دول العالم بما فيها أمريكا بما فيها بريطانيا على لسان وزراء خارجيتها على لسان مسؤوليها الذين التقوا بالسيد السوداني أيضا أكدوا على رصانة الموقف العراقي وقوة إمكانيته وأيضا الحلول التي يطرحها في التغلب على أزمته المالية، وهذا الكلام يعني دعما يعني رئيسيا ومباشرا من دول معنية بهذا الموضوع. طيب دكتور، كان هناك لقاء مهم للسوداني مع مدير الانتربول، ما أهمية هذا اللقاء وهل سيسهم في مشروع مكافحة الفساد الذي شرعت به حكومة السوداني؟ نعم، من الأمور المهمة جدا للعراق التي يعني يحاول أن يعكسها على العالم هي مسألة هروب رأس المال العراقي إلى خارج العراق، وأيضا هروب الذين تورطوا في مسائل تتعلق بالفساد ويعني إلقاء القبض عليهم يتم بصور معقدة نتيجة لحمايتهم من دول يعني عديدة. اليوم اللقاء بالأنتربول يعني اهتمام العراق بهذه المنظمة اللي تقوم بدورها الكبير في استرجاع المطلوبين إلى القضاء العراقي و
تنفيذ مذكرات القبض التي قيل بأن يعني النوعية الحمراء التي تسمى النوعية الأولى لهؤلاء عددها كبير جدا، والأنتربول سابقا كان تجاوبه لا يرتقي إلى مستوى هذه التبليغات الحمراء. فلذلك هذا اللقاء تأكيد للدور، تأكيد الحكومة العراقية على الأنتربول بأن يقوم بواجباته لتسليم هؤلاء الذين يعني نهبوا المال العام ومطلوبين للقضاء العراقي بهذا العنوان. طيب دكتور، دعنا نتحدث على مستوى الاستثمار، هل هناك رغبة اليوم للمستثمر الأجنبي في العراق في ظل التطورات والمتغيرات؟ بالتأكيد المستثمر يريد أن يعني يستثمر أمواله في العراق، العراق سوق مفتوح والعراق أراضي مفتوحة والعراق واعد، العراق لديه العديد من البرامج والمشاريع التي يستطيع المستثمر أن يستثمرها في الطاقة والكهرباء والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والبنيان والإسكان وغيرها. العراق واعد ولديه إمكانيات مالية كبيرة ولديه مساحات شاسعة وأيضا لديه خطوط نقل جيدة، لذلك أنا أعتقد المستثمر يحتاج العراق. لكن أقول لك بكل صراحة، المستثمر كما يقال بأن المال اللي يمكن أن يستثمر هو مال جبان، وبالتالي على الحكومة أن توفر أولا حالة من الهدوء والاستقرار الاقتصادي، والاستقرار الاقتصادي يعني قوة النظام المصرفي والتأكيد على سلامة النظام المصرفي، إضافة لذلك القوة السياسية عليها أن توفر الاستقرار السياسي في العراق لكي تسمح أو لكي تشجع المستثمرين على المجيء إلى العراق. شكرا جزيلا للدكتور عدنان السرات، كنت ضيفا عزيزا علينا في المرصد الخبري. جدد رئيس تحالف قوى الدولة السيد الحكيم تأكيده على أن حكومة محمد الشيع السوداني تمتلك فرص نجاح مهمة. السيد الحكيم بيّن في لقاء مع إذاعة مونتي كارلو الدولية أن من أهم فرص نجاح السوداني الوفرة المالية وعلاقات العراق الدولية الجيدة، فضلا عن مؤهلاته الإدارية. حكومة السيد السوداني من المعروف أننا اليوم لا نواجه تحديات أمنية كبيرة فيما كنا نواجهها من ذي قبل، ولا نواجه تحديات مكوناتية اجتماعية سياسية يعني كبيرة كما كنا نواجهها على مدار 20 سنة الماضية، ولدينا شيء من الوفرة المالية النسبية التي لم تكن متوفرة في وقت سابق، ولدينا علاقات إقليمية ودولية واسعة وكبيرة تراكمت من الحكومة السابقة إلى هذه الحكومة، وتوجه للقوى السياسية بالانفتاح الإقليمي والدولي الواسع، مما جعل العراق في موقع مرموق ومهوى لعروض استثمارية ومشاريع اقتصادية وتنموية كبيرة من دول المنطقة والعالم. هذه كلها فرص مهمة للنجاح تتوفر للسيد السوداني، وفي رأيي السيد السوداني هو الشخصية بحد ذاته تمثل فرصة من فرص النجاح. قد يكون هو أول رئيس وزراء إداري في البلد، ومسلكي من التسعينات كان موظفا ثم أصبح قائم مقام لمدينة العمارة ثم محافظ ميسان ثم وزير في 5-6 وزارات ثم نائب في البرلمان. فهو قضى هذه 20 سنة بتدرج وظيفي ومارس مهام وظيفية إدارية في الحكومات المحلية وفي الوزارات وفي البرلمان. ورئيس الوزراء اللي هو المسؤول التنفيذي الأول حين يكون له إلمام إداري ويعرف كيف يتخذ القرار وكيف ينجز وينفذ القرار في داخل أروقة الدولة، طبعا هذه توفر فرصة نجاح مهمة. رؤساء الوزراء السابقين كانوا شخصيات سياسية مرموقة محترمة، لكن لم يكونوا يمارسوا العمل الإداري في داخل الدولة العراقية من ذي قبل. هذا فارق كبير يوفر فرص نجاح إضافية للسيد السوداني. السيد الحكيم وفي إجابته عن سؤال يتعلق في أطروحاته للوطنية الشيعية قال إن الشيعة تجمعهم عقيدة واحدة كبقية المذاهب والطوائف، لكنهم وطنيون في أوطانهم ومنشدون لبلدانهم. هناك التباس كبير فيما يخص مستوى ولاء الشيعة لأوطانهم وارتباط الشيعة بأوطانهم، هل هم مرتبطون، هل لديهم ولاء لأوطانهم أو ليس لديهم ذلك؟ هذا ما جعلنا نبتكر هذا الاصطلاح لنشير أن الطائفة الشيعية طائفة المسلمين الشيعة
هم طائفة كبيرة في العالم، من ناحية العقيدة تربطهم عقيدة واحدة، ارتباطهم بأهل البيت سلام الله عليهم، فهمهم الفقهي عن الإسلام، يقلدون مراجع معينين، لا ينظر إلى هذا المرجع في جنسيته أو هويته الوطنية بقدر ما ينظر إلى علمه وإمكانياته العلمية، وهو في هذا الجانب يشبه الفاتيكان والمسيحيين الكاثوليك الذين يتبعون في العقيدة وفي الدين يتبعون بابا الفاتيكان، فالشيعة يتبعون مراجعهم، فالعقيدة عقيدة واحدة ليس لها حدود تجمعهم كلهم في العالم. ولكن في جانب ثاني هم مواطنون في أوطان متعددة ومتنوعة، وكل منهم سيكون في وطنه أقرب لشركائه الآخرين من غير الشيعة، أقرب من الشيعي في بلد آخر. في هذه النقطة يعني أين يقف المسيح، اليهود، السنة، بقية الطوائف من هذا المشروع؟ يعني هناك من يثقون بالحكيم وهم ليسوا من أبناء مذهبه. هو هذا الذي نقوله، نقول الشيعة في العراق هم أقرب إلى المسلمين السنة وإلى المسيحيين وإلى الصابئة والإزدين في العراق من الشيعة في مكان آخر، والشيعي في إيران أو في السعودية أو في الباكستان هو أقرب لشركائه الآخرين في بلده من الشيعة في بلد آخر، بمعنى أن الشيعة هم وطنيون، يعني وطنيون وملتزمون بأوطانهم إن كان تجمعهم عقيدة واحدة في العالم كله وليس لها حدود، لكن في انتمائهم الوطني هنا يميزهم الشيعة في أي بلد يتميز عن الشيعة في البلد الآخر، وهو أقرب لشركائه الآخرين في وطنه الذين بنوا عقدا اجتماعيا مع بعض ويشاركون في انتخابات ويحددون مصير بلادهم ويستفتون على دستور في بلادهم. فهي الوطنية الشيعية والوطنية السنية والوطنية المسيحية، هذا معناها أن المواطن في وطنه منشد لبلاده، يغلب مصلحة وطنه، يدافع عن مصالح بلاده، ولكن هذا لا يمنع أن تكون له عقيدة تجمعه مع آخرين من وراء الحدود في عقيدة دينية معينة كما هو للمسيحيين أو للمسلمين أو ما إلى ذلك من تفاصيل أخرى. يعقد مجلس النواب يوم الأحد جلسته الاعتيادية، هذا ورجح عارف الحمامي عضو اللجنة القانونية النيابية وصول قانون الموازنة خلال الأيام المقبلة إلى المجلس. وقال الحمامي إنه يأمل وصول قانون الموازنة خلال الأيام المقبلة، مبينا أن اللجنة القانونية ستساهم بتقديم جملة من القوانين حال الانتهاء من قانون الموازنة، حيث أنها تشترك مع اللجان النيابية في وضع الملاحظات على القوانين التي ستقدمها لغرض إقرارها والتصويت عليها. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية القبض على مديرين عامين مدانين عراقيين داخل أراضي سلطنة عمان. وقالت دائرة الاسترداد في الهيئة في بيان إن السلطات العمانية ألقت القبض على المدانين الهاربين، كل من المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة التخطيط سابقا والمدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقا، بناء على أوامر القبض الدولية وملفات الاسترداد التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المختصة، وفقا لإذاعة البحث الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب. وإلى ملف مكافحة الفساد، حيث كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تلاعب بأسماء 10,000 متطوع للعمل في دائرة تربية البصرة. دائرة التحقيقات بالهيئة أكدت في بيان لها أن فريق عمل مديرية تحقيق البصرة قام بضبط الأوليات الخاصة باستمارات أسماء المتطوعين للعمل ضمن الملاك التدريسي وتواريخ مباشرتهم الصادرة عن إدارات المدارس في المحافظة والمعنونة إلى مديرية التربية فيها بعد أن رصد وجود تلاعب فيها، مبينا أن بعض إدارات المدارس تلاعبت بتواريخ المباشرة لغرض الشمول بالدرجات الوظيفية ضمن 10,000 درجة مخصصة لتربية المحافظة وتكرار الاستمارات المخصصة لكل مدرسة، وقيام بعض الإدارات بإضافة أكثر من 30 اسما خلافا لتعليمات التربية التي خصصت 5 أسماء لكل مدرسة.
إلى ذلك التقى رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول يورغن شوك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. السوداني أكد خلال اللقاء أن سرقة المال العام من أهم التحديات التي تواجه العراق، وأن مكافحة الفساد من ضمن أولويات البرنامج الحكومي، مبينا أن إجراءات الحكومة تتطلب تعاونا من المنظمة. كما أوضح السوداني أن سرقة المال العام واستخدام النظام المالي العالمي لتهريب وغسيل الأموال يعد جريمة دولية عابرة للحدود، وأنها من أهم ممكنات الإرهاب، مؤكدا أن استرجاع المطلوبين في هذه الجرائم من أهم خطوات ردع هذه الجريمة. فيما أشار رئيس الوزراء إلى إجراءات الحكومة في تأمين الحدود العراقية ووصلها بخدمات الانتربول بشكل كامل، داعيا المنظمة إلى تقديم الدعم في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة في المقر الرئيس ومكاتبها المستحدثة في المنافذ الحدودية. وأعرب السوداني عن رغبة العراق في الإفادة القصوى من المجالات التي توفرها المنظمة والإسهام في الإعمام عن الإخطارات الزرقاء والخضراء كافة بالنسبة لمرتكبي جرائم الإرهاب، موجها دعوة إلى الأمين العام لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة. من جانبه أبدى الأمين العام للمنظمة استعدادها للتعاون مع العراق في مجال حث الدول على استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين والمدانين بقضايا الفساد، مشيرا إلى أن المنظمة ستصدر نشرة خاصة بالجرائم المالية التي ارتكبت في العراق. تتزاحم خطوات الحكومة في مجال مكافحة الفساد بكل أنواعه حتى أصبحت دولية. مراقبون أكدوا على أن القبض على الفاسدين في دول العالم خطوة مهمة في هذا المجال، مشيدين بهذه الخطوات دوليا ومحليا. حسين ياسين والتفاصيل. تحركات مهمة تبذلها حكومة السودان لمحاربة الفساد، وهذه المرة عن طريق استثمار ما تحقق من انفتاح على المجتمع الدولي والسعي من خلاله لاسترداد الأموال المهربة، وهي تحركات وصفها مراقبون بالمهمة. الخطوات التي بدأت من الداخل وانطلقت نحو يعني بشكل نحو الدول الأخرى التي تحوي على أموال عراقية مهربة أو فاسدين مطلوبين قضاء العراق بتهم فساد تتواجد في دول عربية أو أوروبية، هذا أمر مهم جدا، فبالتالي يبين بشكل واضح أن هناك جدية لهذه الحكومة في مكافحة الفساد. نتمنى أن تكون هذه الخطوات مستمرة. أراء أخرى أضافت أنه إذا ما نجحت الحكومة في وضع يدها على الأموال المهربة إلى الخارج وتسلمت المدانين بتهريبها، فمن الممكن أن يسهم ذلك في تقييد هذه الجرائم داخليا، وبالتالي ستكون النتائج إيجابية على البلد. أهمية تحركات السيد السوداني والحكومة الحالية حول ملف الفساد بجدية كبيرة. الأمر الأول هو يمنع الفساد الموجود داخليا من خلال ضرب منابع الفساد داخل المجتمع العراقي وداخل الدولة، والأمر الثاني أنه أي شخص يحاول أو يفكر أنه يقوم بفساد ثم يخرج من العراق فإن الدول لا تستقبله ولا يمكن تحويل أمواله إلى الدول الخارج. في الأثناء يواصل رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني خلال زيارته إلى ألمانيا لقاءاته مع مختلف المنظمات الدولية ورؤساء الدول لطرح هذا الملف والملفات الأخرى التي تخدم الصالح العام العراقي. بالتوازي مع هذه المعطيات، أعلنت منظمة الانتربول استعدادها للتعاون مع العراق في ملف استرداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين والمدانين بقضايا فساد، فضلا عن إصدار نشرة خاصة بالجرائم المالية التي ارتكبت في العراق. حسين ياسين، الفرات، بغداد. إلى ذلك أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط مستلزمات طبية غير مرخصة في ميناء أم قصر. الهيئة أكدت في بيان لها أن منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن وبالتعاون المشترك مع مركز الجمارك من ضبط مستلزمات طبية متروكة في مخازن الميناء، مشيرا إلى أنه لا توجد فيها موافقات من وزارة الصحة ومتجاوزة المدة القانونية المسموح على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة.
أكدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي أن الحكومة الأمريكية عازمة على العمل مع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني لخلق فرص جديدة في قطاع الطاقة. رومانوسكي أشارت في كلمة لها إلى أن الولايات المتحدة أطلقت مشروعا يركز على التطوير الاقتصادي، لافتة إلى أن واشنطن عازمة على العمل مع رئيس الوزراء لخلق فرص جديدة للبلدين والمنطقة، فيما أضافت أن الشركات الأمريكية ستلعب دورا في تطوير الاقتصاد العراقي والقطاع الخاص، متابعة أن الحكومة العراقية تشجع على وجود الشركات الأمريكية للعمل في العراق. كما وأكدت رومانوسكي أن البنى التحتية للكهرباء في العراق تساعد لبدء عملية الاستثمار، مشددة على ضرورة قيام العراق بالاستثمار ومحاربة الفساد وخلق بيئة عمل لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في العراق. هذه المرة على الطريقة الأمريكية، حيث قام الشيف بلال بتقليد الطريقة الأمريكية بطبخ اللحوم المختلفة ليتميز عن غيره في هذا المجال. بلال أكد على شوي اللحم عن طريق حرارة الدخان. نور السعيد والتفاصيل. احذر، أمامك كاوبوي، إذا تمتعت بطعامك لن يؤذيك. إنها علاقة غير مفهومة بين ولاية تكساس الأمريكية عاصمة رعاة البقر وبين بغداد عاصمة وادي الرافدين. هنا تختفي الدولمة والبرياني و من قائمة الطعام. فعند الشيف بلال عليك أن تلتزم بقوانين الكاوبوي، ولكن دون مسدسات جانبية. طريقة التدخين جبناها من أمريكا، لأن هي بدايتها أصلها أمريكية من تكساس أوستن. هي نقدر نقول بلد التدخين الأساسي اللي بالعالم، انطلقت من عنده. يطعم بلال الغزلان والنعام، يحرص على رعايتها. لحومها ستشكل أطباقا مميزة لزبائن مميزين يأكلون طعاما لا يشبه أي طعام. هنا أنا كل شيء جربت، جربت النعام، جربت الغزال مثل ما تشوفين، هذا غزال الريم العراقي، ومن ضمنه هذا غزال الفلودير الأوروبي، كل أنواع اللحوم، يعني بس استثناء الديناصورات لأن انقرضت. أطباق لم يسمع بها أحد. البريسكت هو لحم البقر العنيد، يعامله الشيف بلال بصبر حتى يستجيب. أما لحوم الغزلان والنعام والجمال فتقدم بطريقة غير مألوفة. الشيف بلال يشوي لحومه ليس على نار هادئة، وإنما على دخان نار هادئة. لحم ينشوي فقط بالحرارة الدخان، والدخان يتوغل بها. بس هاي مو سهلة العملية، لأنه أنت لازم السيطرين على درجة الحرارة عن طريق الحطب بدون ماكينة كهربائية، ومو بس هاي، لازم تسوين أكسجين احتراق صحيح لمدة 17 ساعة. تخيلي هاي المعادلة لمدة 17 ساعة. هاجر بلال إلى أمريكا ليعيش تفاصيل الويسترن، درس أصناف طعامهم وأطايبه، وافتتح بعد عودته إلى بغداد مشروعاً صار اسماً وعلامة مميزة يقصده الجميع من أنحاء مختلفة. زوايني مو بس من بغداد، يجوني من كردستان، من محافظات، من كندا، من إيطاليا، من أمريكا نفسها. هواي عندي زباين أجانب من أمريكا يجوني لهنا يأكلون عندي. قلب الإنسان إذا وقف انتهت الحياة. أنا العمل عندي لحد هذا اليوم أنا أشتغل بإيدي، رغم أنه فتحت فروع عديدة. إذا قدرتي تكسبين كل الناس وحبوا الناس إليك، أنت كسبتي كل شيء. طريقة
إذن مشاهدينا، الصعود على سلم النجاح ليس بالسهل، فقد خطط له بلال على مهله وحفر على مدى سنوات طويلة اسمه في السجل لينال شهرة ومعرفة بعد غياب وجهل. هي قصة لابد أن تدرس لتبعث فينا الإصرار وروح الأمل. نور السعيد، بغداد، الفرات. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام مرصدنا، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، نلتقيكم في مرصد خبري آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمان الله.